اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 3 which is entitled comparing the lenses of sides in a triangle. الدرس بتاعنا النهارده يعتبر الكونفرس بتاع الليسون اللي فات اللي هو ليسون 2. الدرس بتاعنا النهارده هنشوف فيه ازاي نعمل comparison between any two sides in a triangle وبناء على كريتيريا معينة اللي هي الميجر اوف انجلز هقدر اقول مين السايد الكبير ومين السايد الصغير. طيب تعالى نشوف الثيوريم بتاعتي بتقول ايه. بيقول لي انا تراينجل اف تو انجلز ار ان ايكوال ميجر، لو انا عندي تراينجل وعندي تو انجلز مختلفين في القياس، then the greater angle in measure is opposite to a side greater in length than that opposite to the other angle. يعني لو انا عندي two angles الاثنين مش قد بعض في القياس، الانجل الكبيره هيبقى قدامها سايد كبير والانجل الصغيره هيبقى قدامها السايد الصغير. الليسون اللي فات كنا احنا بنتكلم عن العكس، كنا احنا بنقول ان الانجل دي كبيره عشان قدامها سايد كبير وان الانجل دي صغيره عشان قدامها سايد صغير. يبقى الثيوريم ديت العكس بتاع الايه الثيوريم بتاعت ليسون 2. يعني لو انا عندي تراينجل A B C زي ما انت شايف الانجل C واضح ان هي اكبر من الانجل B، وبالتالي السايد اللي قدام الانجل C هيكون greater than السايد اللي قدام الانجل مين؟ الانجل B. يعني since ان الميجر اوف انجل C greater than الميجر اوف انجل B يبقى then ال A B is greater than ال A C. طيب خد بالك، طب لو انا عندي الانجل C قد الانجل A، لو الانجل C قد الانجل A يبقى السايد اللي قدام ال C اللي هو ال AB هيبقى ايكوال السايد اللي قدام الانجل A اللي هو BC. يعني لو الانجل C عندي بتيكوال الانجل A يبقى ال AB ايكوال CB. طبعا درس سهل جدا، مفيش فيه اي صعوبات خالص، يونت 5 كلها ايه سهله. طب نيجي نشوف اكزامبل كده. Example 1 في الاوبوزيت فيجر زي ما انت شايف في مجموعه انفورميشنز وعندي الاي دي بارلل السي بي. بيقول لي بروف ذات الاي بي از جريتر ذان اي سي. عشان ابروف ان الاي بي جريتر ذان الاي سي يبقى ابروف ان الانجل اللي قدام الاي بي اللي هي السي جريتر ذان الانجل اللي قدام الاي سي اللي هي البي. يبقى انا الهدف بتاعي ابروف ان الانجل دي اكبر من الانجل ايه؟ من الانجل دي. زي ما انت شايف ال AD is parallel لل CB وال AC transversal. طب انت عندك دي كده 30، المفروض ان دي هت equal 30 الاثنين alternate. طب انا عندي 70 و 30 يبقى دي كام؟ دول 100 يبقى دي 80، يبقى 80 70 30. واضح ان C اكبر من ال B وبالتالي ال AB اكبر من مين؟ من ال AC. يبقى هنقول since ان ال AD ray parallel لل CB line segment and ال AB line segment is a transversal يبقى then ال measure of angle DAB هت equal ال measure of angle ABC هت ايكوال كام؟ 30 degrees. ليه؟ هما الاثنين alternate angles. يبقى انا كده ثبتت ان دي كام؟ دي 30 degrees. طيب في الترينجل اي بي سي الميجر اوف انجل سي هي ايكوال 180 ماينس ال measure of angle A plus ال measure of angle B اللي هت equal معنا 180 minus 70 plus 30 اللي هي 180 minus 100 اللي هي 80 degrees. يبقى since بقى على طول ان ال measure of angle C is greater than ال measure of angle B يبقى then ال AB is greater than ال A C. تعالوا مع بعضينا نشوف كورولاري 1. بيقول لي in the right angle triangle
the hypotenuse is the longest side. وده طبيعي لان لما يكون عندي الترينجل ABC ورايت ات B الانجل B دي 90. ال 90 لازم هتكون greater than ال A or ال A C. وبالتالي السايد اللي قدام ال 90 اللي هو الهايبوتنيوز هيكون greatest side فين في الترينجل. يبقى sense ان المجر of angle B greater than المجر of angle A يبقى than ال A C greater than ال A ال B C. طيب corollary 2 بتقول لي the length of the perpendicular line segment drawn from a point outside a straight line to this line is shorter than any line segment drawn from this point to the given straight line. يعني انا لو انا البوينت سي اهو انا outside the straight line AB البربنديكولار from C to AB هيكون اقصر من اي لاين تاني نازل من السي على الاي بي. يعني الديستنس بتوين اني بوينت اند ا جيفن ستريت لاين لو هنشوف المسافه ما بين اي نقطه وستريت لاين عندي هنعرفها ان هي اللينس بتاع البربنديكولار فروم النقطه دي لحد الايه لحد الستريت لاين. ذا ديستنس بتوين اني بوينت اند ا جيفن ستريت لاين از ذا لينس اوف ذا بربنديكولار لاين سيجمنت drawn from this point to a given line. الحاجة دي طبعا بتجيلنا في الكمبليت كتير انت افهمها وصغها بالطريقة اللي انت شايفها ايه مناسبة. طيب نيجي مع بعضينا نشوف example 2. In the opposite figure ABCD ABCD quadrilateral ومديني الX Y والE كلها mid points والD right. بيقول لي بروف ان الدي اي از جريتر ذان اكس واي. اه خد بالك بقى اول حاجه تلاحظها في المساله دي ان الدي اي والاكس واي الاثنين مش ان ذا سيم تريانجل. وبالتالي ما ينفعش تقول لي يعني مثلا ما ينفعش تقول لي اصل الميجر اوف انجل سي اكبر من الميجر اوف انجل اي وبالتالي ان الدي اي اكبر من الاكس واي. ما ينفعش تقول كده. انا عشان اطبق الثيورز ديت لازم يكون السايدز موجودين at the same triangle. طيب انا اعمل ايه في المساله اللي زي دي؟ مساله زي دي يبقى لازم اخد ريفرنس ليا لكل سايد ايه؟ لكل سايد من دول. يعني انا عندي التراينجل اللي هو الاي بي دي. انت عندك الاكس واي ذا لاين سيجمنت بي كونكتس بتوين تو ميد بوينت ان اي بي اند الاي دي وبالتالي الاكس واي ده هيكوال نص الاي البي دي. طيب ايه تاني؟ انا عندي الدي اي ميديان. ليه؟ عشان خارج من الفيرتكس رايح للميد بوينت وبالتالي الدي اي نص مين؟ نص ده. يبقى انا عندي ده نص ده وده نص ده. طب انا عندي اصلا البي سي ده هيبوتنيوز عندي في الترينجل بي دي سي وبالتالي هو اللونجست سايد. وطالما لونجست سايد يبقى نص اللونجست سايد لازم يكون greater than نص اني اذر اي سايد. نكتب ازاي البروف ده؟ هنقول ان triangle ABD since ان ال XY is a line segment connects two midpoints then ال XY هي equal have ال BD. طيب وان triangle BDC since ان المجر of angle D equal 90 degrees and DE is a line segment connects the vertex D with the midpoint of the opposite side يبقى ده معناه ان DE is median then DE is a median يبقى then الDE
equal have الـ إيه؟ الـ BC. و since إن الـ BC is the longest side in triangle BDC يبقى زين half ال BC هيكون greater than half ال BD يعني ال DE is greater than ال XY. تعالوا مع بعضينا نشوف بعض السيلكتد اكسرسايزز على ليسون 3 اللي هو اكسرسايز 8. نمبر 1 بيقول لي كومبليت ذا فولوينج. اف تو انجلز ان ا تراينجل ار ان ايكوال ان ميجر، لو انت عندك في تراينجل تو انجلز مش زي بعض، زين ذا جريتر انجل ان ميجر از اوبوزيت تو مين؟ از اوبوزيت تو الجريتر سايد ان ايه؟ ان لينث. يبقى اوبوزيت تو ذا جريتر side and length. And if the two lengths of two sides in a triangle are unequal, اللي هو الليسون اللي فات, then the greater side in length is opposite to the angle which is greater in measure. المهم تعبر عنها بأسلوبك. افهم انت بس المحتوى بتاع الثيوري وعبر عنها بالستيتمنت اللي انت شايفها ايه جراماتيكالي ايه ترو. طيب تاني حاجه the smallest angle of a triangle in measure is opposite to ايه؟ the smallest side. الانجل الصغيره هيبقى قدامها سايد صغير. طيب the longest side in the right angle triangle is the hypotenuse. The shortest distance between a given point and a given straight line is أقصر مسافة ما بين النقطة وأي لاين عندك ده إيه؟ ده اللينس بتاع اللاين سيجمنت اللي بيربنديكولر من أول البوينت لحد straight line. يبقى إيه the length of the line segment which is perpendicular from this point to that line. طيب بيقول لي الـ ABC is a triangle in which the measure of angle C equal 110 then its longest side is A. أنا قلت لك لما تلاقي الـ measure of angle C يبقى الـ side اللي قدامه اللي هم الـ A الـ 2 letters التانيين، يعني لو الـ angle C يبقى قدامها الـ AB، لو الانجل بي يبقى اللي قدامها الاي سي، لو الانجل اي يبقى اللي قدامها البي سي. يبقى لما يقول لي الانجل سي 110 ودي اوبتيوز انجل يبقى لازم اللي قدامها يكون اللونجست سايد اللي هو هيكون الاي بي، يبقى از اي بي لاين سيجمنت. طيب عندي ترينجل اي بي سي الميجر اوف انجل اي ايكوال 50، اي ايكوال 50 يبقى السايد اللي قدامها اسمه بي سي. طيب البي ايكوال 30 يبقى السايد اللي قدامها اي سي. يبقى الشورتست سايد ان ذا ترينجل از ايه؟ واضح اللي هو اللي قدام الاي 30 اللي هو هيبقى اي سي. طيب في ترينجل اي بي سي الميجر اوف انجل اي ايكوال الميجر اوف انجل بي بلس الميجر اوف انجل سي. الحاله الوحيده اللي يتحقق فيها الكلام ده ان هي تكون رايت انجلز ودي 90 ودي 45 ودي 45 ملهاش حل تاني. يبقى الكورولر دي لما تشوفها يبقى الترينجل على طول ايه؟ رايت انجلز. يبقى then the longest side in the triangle is اللي هو ايه؟ اللي هو هيبقى قدام ال A اللي هو ال BC line segment. طيب نيجي بعد كده choose the correct answer from those ones. في triangle ABC ال measure of angle B greater than ال measure of angle C. B يبقى قدامها AC. B C يبقى قدامها A B. يبقى الـ AC greater than الـ AB اللي هي دي.
نمبر 2 في ترينجل اي بي سي الميجر اوف انجل بي ايكوال 90، البي بقى قدامها مين؟ البي بقى قدامها الاي سي، يبقى زين الاي سي جريتر زين سي بي، مظبوط دي تمشي. يبقى هي دي. طيب في ترينجل اي بي سي الميجر اوف انجل اي ايكوال 40 والبي ايكوال 70، يبقى الانجل سي هت ايكوال ايه؟ 40 بلس 70 يبقى 110، يبقى الميجر اوف انجل سي هت ايكوال معانا 70. يبقى الاي اللي هو قدامها البي سي 40 والبي اللي قدامها الاي سي 70 والسي اللي قدامها الاي بي 70. واضح ان الاي سي قد الاي بي، ليه؟ عشان التو انجلز ايه زي بعضيهم. يبقى الاي بي ايكوال اي سي. هي دي اكسرسايز 3 بيقول لي ان ذا فولوينج فيجرز كومبليت يوزنج جريتر ذان ليس ذان اور ايكوال. ادي الاي بي سي الانجل A 70 الB 75 يبقى هما الاثنين 145، يبقى الانجل دي عبارة عن 35. طيب الAB والAC ادي الAB قدامها 75 والAC قدامها 35، يبقى واضح ان دي ايه؟ الAB greater than الAC. طيب تعال نشوف الAB والBC. دي الAB قدامه 75 والBC قدامه 70 يبقى still greater. طب الـ AC والـ BC، الـ AC قدامه الـ 35 والـ BC قدامه الـ 70 يبقى الـ BC هو الـ A الـ greater. طيب هنا 40 و 30 يبقى الاثنين 70 يبقى دي كده 100 and A and 10. يبقى الـ ZY هيكون أكبر سايد عندي، يبقى الـ ZY اللي هو الـ YZ يبقى هنا ده هيكون greater وده هيكون greater. طيب الـ relation ما بين الـ XY والـ XZ، الاكس واي قدام ال40 والاكس زد قدام ال30 يبقى الاكس واي جريتر ذان الاكس زد. طب نيجي هنا، انا عندي هنا ده رايت انجل تراينجل يبقى دي 60 وعندي الاي دي سي سبلمنتري للدي يبقى دي 100 اند اي اند 20 ديجريز. طب نيجي نشوف الاي سي، الاي سي ده هايبوتنيوس في التراينجل اللي هو ايه؟ اي بي سي. ايه علاقته بالبي سي؟ واضح ان هو هيكون جريتر. طب البي سي ايه علاقته بالبي دي؟ طيب ده قدامه 60 وده قدامه 30 يبقى طبعا البي سي از جريتر. طب الاي سي ايه علاقته بالبي بالبي دي؟ خد بالك انت الاي سي ده جريتر ذان مين؟ بي سي، والبي سي جريتر ذان مين؟ بي دي، يبقى واضح ان الاي سي جريتر ذان البي دي. طب نيجي نشوف السي اي والدي سي، السي اي عندي هنا اهو قدامه كام؟ 120 والدي سي ما تجيش تقول لي قدامه 90 لان الدي سي اجي اشوف الترينجل اللي موجود فيه التو سايدز دول، الدي سي قدامه ال 30 يبقى واضح ان الاي سي جريتر ذان الدي سي. طب نيجي نشوف هنا الايه علاقه البي سي مع الاي بي؟ البي سي مع الاي بي دي 120 ودي 35 يبقى 255 يبقى دي عباره عن 25 ديجريز. ايه علاقة البي سي بالاي بي؟ البي سي قدامها 35 والاي بي قدامها 25 يبقى واضح ان دي هتكون جريتر. طب السي دي ايه علاقته بالسي اي؟ يبقى الترينجل ده. طب دي 55 ودي عنها 115 يبقى دي كده كام؟ دي 65. يبقى الاثنين دول الاثنين 120 يبقى دي كام؟ يبقى دي كده 60. طيب يبقى انا عندي السي دي والسي اي، السي اي قدامها 65 والسي دي 60 يبقى واضح ان السي اي از جريتر. اي دي واي اي، اي دي واي اي، طيب ده 115 وده 25 يبقى 140 يبقى دي كده كام؟ يبقى دي كده 40 ديجريز. طيب الاي دي، الاي دي قدامه كام؟ 40 والاي اي قدامه 115 يبقى الاي اي اكبر. السي دي والاي دي، السي دي قدامه 60 الاي دي قدامه 55 يبقى السي دي از اي از جريتر. طيب بيقول لي الاي بي سي از ا تراينجل ان ويتش الميجر اوف انجل اي ايكوال 40 وبي ايكوال. بيقول لي اوردر اللينسز اوف ذا سايدز اوف ا تراينجل ديسندنجلي. طيب لما يكون ده 40 وده 75 يبقى الميجر اوف انجل سي هت ايكوال معنا 180 ديجريز ماينس الميجر اوف انجل اي بلس الميجر اوف انجل بي اللي هي هت ايكوال 180
minus ال 40 plus 75 اللي هي 65 degrees. طيب يبقى انا عندي ال A ب 40 وال B 75 وال C 65. هو عايز descending يعني الكبير. مين الكبير؟ الانجل الكبير عندي B يبقى السايد اللي قدامي ال B اللي هو ال AC زي ما اتفقنا. طيب ال A السايد اللي قدامها ال BC. طيب ال C السايد اللي قدامها ال AB. اوكي لما اجي ارتب descendingly على حسب الانجلز يبقى السايد الكبير قدام الانجل الكبيره. يبقى since ان الميجر اوف انجل بي از جريتر ذان الميجر اوف انجل سي از جريتر ذان الميجر اوف انجل اي يبقى ذن الاي سي هيبقى جريتر ذان اي بي هيبقى جريتر ذان بي سي. نيجي بروبلم 7 بيقول لي في الاوبوزيت فيجر زي ما انت شايف في جيفن انفورميشن بيقول لي بروف ان الاي بي جريتر ذان بي سي. الاي بي لازم اجيب الانجل اللي قدامها دي 120 يبقى دي كده 60 عشان دي كده ستريت انجل. كذلك دي ستريت انجل دي 110 يبقى دي 70. طيب 60 و 70 130 يبقى دي 50. يبقى سنس ان الانجل اللي قدام الاي بي 60 والانجل اللي قدام البي سي 50 يبقى الاي بي اكبر من ايه؟ من البي سي. يبقى هنقول سنس ان الميجر اوف انجل اي سي اي ايكوال 180 ديجريز يبقى زين الميجر اوف انجل اي سي بي هتيكوال معانا 180 80 minus 120 which is 68 degrees. طيب الناحية التانية و since ان measure of angle CBD هت equal 180 degrees يبقى then measure of angle ABC هت equal 180 minus 110 which is 70 degrees. طيب و in triangle ABC measure of angle A هت equal معايا 180 minus A is 60 plus 70 which is A 50 degrees. طيب وإن triangle ABC since إن measure of angle C is greater than الميجر اوف انجل A لان ال 60 جريتر ذان الايه ال 50 يبقى اللي قدام ال 60 هيبقى جريتر ذان اللي قدام ال 50 يبقى ذان ال A B از جريتر ذان ال B C. اكسرسايز 11 ان ذا اوبوزيت فيجر زي ما انت شايف الرسمه اللي قدامك دي بيقول لي بروف ان ال A B greater than C D. لما تيجي تبص تلاقي التو ترانجلز دول الاثنين رايت انجلز وعندي الانجل دي والانجل دي الاثنين في او اي يعني الاثنين دول زي بعض يبقى لازم يكون الانجل دي قد مين؟ قد الانجل دي. طيب لما تيجي تبص تلاقي ان ايه الاي ام عندك هنا هايبوتنيوز في الترانجل ده والام بي هايبوتنيوز يعني الاثنين دول اللارجست سايد في كل من الترانجل ده والترانجل ايه ده. طب السي دي ده عباره عن ايه؟ عباره عن السي ام بلس الام دي. واضح ان ده اكبر من ده وده اكبر من ده يبقى لما اجي اعمل بلس للسايد ده والسايد ده لازم يكون جريتر ذان السايد ده والسايد ده. طيب نشتغل في المساله دي ازاي؟ هنقول سينس ان الاي بي انترسكتد السي دي في ام يبقى ذان الميجر اوف انجل اي ام سي هتيكوال معانا الميجر اوف انجل بي ام دي. ليه؟ لان الاثنين دول في او اي انجلز. طيب وسنس ان الميجر اوف انجل سي ايكوال الميجر اوف انجل دي ايكوال 90 ديجريز يبقى زين الميجر اوف انجل اي هيكوال معانا
الميجر اوف انجل ايه؟ بي. طيب تعال نشوف بقى في الترانجل اي سي ام. ان ترانجل اي سي ام هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الميجر اوف انجل سي از جريتر ذان الميجر اوف انجل ايه، وده اكيد عشان الرايت انجل بتبقى ايه اكبر انجل فين في الترانجل. يبقى ذان الاي ام از جريتر ذان الايه الام سي. وفي الترانجل الثاني اللي هو بي دي ام هنلاقي ان الميجر اوف انجل دي is greater than the measure of angle B. يبقى ده معناه ان ال BM is greater than MD. هنخلي دي 1 ونخلي دي ايه ونخلي دي 2 ونعمل adding ل 1 و 2 مع بعضيهم، يبقى adding 1 and 2 يبقى then ال AM plus ال BM is greater than MC plus MD. يبقى then ال AM plus BM اللي هو ال AB هيبقى greater than MC plus MD اللي هي ال CD. طيب نشوف المسألة اللي بعد كده. في ال opposite figure زي ما انت شايف بيقول لي prove that ان ال AB is greater than AC. طيب ده عندي isosceles triangle، يبقى عندي الانجل دي قد مين؟ قد الانجل دي. تعال بص بقى في الترانجل اي بي سي. انت عندك الانجل اي دي عباره عن ايه؟ عباره عن البي اي دي بلس الدي اي سي، ودي كلها جريتر ذان ايه؟ جريتر ذان دي، لان دي ودي قد بعض. يبقى الانجل دي مين اللي قدامها؟ قدامها السايد بي سي. طب والانجل دي مين اللي قدامها؟ قدامها السايد ايه؟ اي سي. يبقى هنقول ان تريانجل اي بي دي سنس ان الاي دي بي ايكوال البي دي، يبقى زين الميجر اوف انجل بي اي دي هت ايكوال معانا الميجر اوف انجل اي بي دي، تمام. وسنس ان الميجر اوف انجل بي اي سي بت ايكوال الميجر اوف انجل بي اي دي بلس الميجر اوف انجل سي اي دي، يبقى زين الميجر اوف انجل بي اي سي از جريتر ذان الميجر اوف انجل بي اي دي. يعني سنس ان دي كلها بت ايكوال دي بلس دي، يبقى لازم تكون دي اكبر من ايه؟ من دي. وانا عندي دي ايكوال دي، هنخلي دي كده 1 ودي عندي كده ايه 2. يبقى فروم 1 و 2 يبقى الميجر اوف انجل بي اي سي هيكون جريتر ذان الميجر اوف انجل اي بي دي اللي هو البي اي سي جريتر ذان الاي بي دي. يبقى ان تريانجل ABC since ان الميجر اوف انجل A is greater than الميجر اوف انجل B، يبقى الفاينل انسر بتاعتي يبقى then ال BC اللي هو قدام ال A is greater than ال AC اللي هو قدام ال A قدام ال B. نيجي نشوف مع بعضينا exercise 22. في ال opposite figure عندك بعض ال information بيقول لي prove that ان ال AB بلس الاي سي جريتر ذان توايس. في المسائل اللي زي دي تحاول تقسم الايه؟ تقسم المطلوب. واضح ان انا في توايس اي دي، يبقى في ريليشن بين الاي دي دي مع الاي سي، وفي ريليشن ما بين الاي دي والاي بي. لما نيجي نبص مع بعضنا للترانجل اي دي بي، الاي دي بي اللي عندك الانجل دي دي اوبتيوز انجل، واضح ان الاي بي هيبقى الجريتست سايد عشان ما فيش اكبر من الاوبتيوز في الترانجل. يبقى ال AB لازم يكون greater than ال AD. دي أول inequality. تاني inequality، أنت عندك الترانجل ده الأنجل دي بتسبلمنت دي، يبقى الأنجل دي equal كام؟ equal 70 degrees اللي هي 180 minus 110.
يبقى دي 70. لما تكون دي 70 يبقى اللي قدام ال 70 اكبر من قدام ال 60، يبقى الاي سي از جريتر ذان الاي الاي دي. ودي تاني انيكوالتي نيجي من ليسون 1، نحط التو انيكوالتيز دول على بعض نعملهم ادنج، يطلع ان الاي بي بلس اي سي جريتر ذان توايس الاي دي. طيب حلها مع بعضينا، ان تريانجل اي دي بي سينس ان الميجر اوف انجل دي ايكوال 110، يبقى زين الميجر اوف انجل دي هيكون جريتر زين الميجر اوف انجل بي، يبقى زين الاي بي از جريتر زين الاي دي. وسنس ان الميجر اوف انجل بي دي سي بتيكوال 180 degrees، يبقى زين الميجر اوف انجل اي دي سي بتيكوال 180 minus 110 which is 70 degrees. طيب في التريانجل اي دي سي سنس ان الميجر اوف انجل اي دي سي is greater than the measure of angle ACD. يبقى زين ال AC is greater than ال AD. دي كده 1 دي كده A 2. نعمل add ل 1 و 2 add 1 and 2، يبقى زين ال AB plus ال AC greater than ال AD plus ال AD، يعني ال AB plus ال AC is greater than twice ال AD. نيجي اللي بعد كده problem 24 في opposite figure. زي ما انت شايف مجموعة information، عندك ده parallel ده والاثنين دول equal. بيقول لي proof ان ال BE is greater than ال BC. ال BE مين قدامها؟ قدامها كل الانجل دي. طيب والبي سي مين قدامها؟ قدامها الانجل ايه؟ الانجل دي. طب ما تيجي تشوف ان الاي دي بارلل للايه؟ للاي للسي اي، يبقى الانجل دي ايكوال ايه؟ الانجل دي الاثنين الترنيت. طب في حاجه كمان، لما ده يكون بارلل ده وده ترانسفيرسال، يبقى الانجل دي والانجل دي الاثنين ايه؟ كورسبوندنج. يبقى معنى كده ان الانجل دي ايكوال ايه؟ ايكوال دي. طب دي ايكوال دي ودي ايكوال دي، يبقى اكيد دي ايكوال ايه؟ ايكوال دي. طب تعالى بص بقى للانجل ايه والانجل سي. الانجل سي عباره عن الانجل دي اللي هي قد الاي ومعها حته كمان، يبقى واضح ان دي كلها جريتر ذان ايه؟ دي كلها، يبقى كل السايد ده اكبر من ايه؟ السايد ده. نيجي نقول سينس ان الاي دي ده بارلل الاي سي اند ال A C is a transversal يبقى زين ال measure of angle D A C ده هي equal معايا ال measure of angle A C E عشان هما الاتنين alternate angles. طيب يبقى انا كده خلاص ثبتت ان دي كده قد ايه؟ قد دي كده. طيب وسنس ان الاي دي برضو از بارلل سو الاي سي، اند المره دي بقى الاي اي از ترانسفيرسال، الاي اي از ترانسفيرسال، يبقى زين الميجر اوف انجل دي اي بي هيكوال معايا الميجر اوف انجل اي اي سي، وهما الاثنين دول كورسبوندنج انجلز. تمام. وسنس ان الميجر اوف انجل البي اي دي بتيكوال معايا الميجر اوف انجل دي اي سي، يبقى زين الميجر اوف انجل اي سي اي هي ايكوال معايا الميجر اوف انجل اي اي سي. طيب وفي التريانجل عندي اللي هو اي سي بي
since ان الميجر اوف انجل سي بتيكوال معانا الميجر اوف انجل اي سي اي بلس الميجر اوف انجل اي سي دي. ده معناه ان الميجر اوف انجل سي is greater than the measure of angle E. يبقى زين ال BE على طول اللي هو قدام ال angle C لازم يكون greater than ال BC اللي هو قدام ال angle A ال angle E. وبكده يبقى احنا خلصنا lesson 3 في unit 5. lesson سهل اليونت كلها سهلة، مسائل كلها بسيطة، حاولوا تحلوا بقية الاكسرسايزز وبالتوفيق ان شاء الله.